شيخ احمد، احنا دلوقتي بنتكلم عن الاسباب اللي تخلي البركه مش موجوده في حياتنا. احنا اتكلمنا عن البركه وان هي موجوده وقلنا ايه الحاجات اللي تخلي البركه موجوده. ايه بقى الحاجات اللي لو عملناها تشيل البركه من حياتنا؟ انت ايه رايك انت؟ اكيد ان الواحد يبقى بخيل، ما يطلعش صدقه، ايوه ما يعملش العبادات اللي هي بقى ايه، مثلا الصلاه، الصيام، كل بقى العبادات، القران، ان حد يقطع رحمه مثلا، لان قلنا ان البركه بتزيد والرزق بيزيد لما الواحد بيصل رحمه. طيب انا يعني هسالك سؤال بس، يعني قبل ما نبدا كده، يعني هل العباده لو ان انسان ما بيصليش او ما بيصومش او ما بيحجش او ما بيعملش اي خير خالص، انسان كده عايش في الدنيا للاذيه، هل الانسان ده اللهم عافينا. يا رب، هل الانسان ده بيمنع البركه ولا الرزق؟ البركة مش الرزق، صح كده؟ لا عشان في كتير من الناس فاهمه اللي هو ايه، انت ما بتصليش ربنا يمنع رزقك. لا، لا مفيش لا، ده خالص، وما من دابه في الارض الا على الله الله رزقها، رزقه. فيجيله الفلوس او المال او الرزق ده، لكن ممكن تمحق البركه من هذا الايه، من هذا الرزق. ف ده احسنتي ما شاء الله عليك، شفت؟ مذاكره كويس يعني. انا شاطره. خلينا نقول الحمد لله، وصلي اللهم اللهم وسلم صل وبارك وبارك على عليك يا سيدنا حبيبي رسول الله رسول صلى الله. الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا اللهم امين. من الجميل قوي وانا بتابع في السوشيال ميديا الاقي الناس بتاخد الدعاء ده، يعني اللي هي اللهم لا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات، ثم تمم اللهم ما به بداتنا وتسلمنا اللهم ما اعطيتنا. فقلت الحمد لله الواحد يعني عمل حاجه اهو، في اثر طبعا دي موجود. جميل. ايوه. الحمد لله. الحمد لله. انا لما بشوف كده يا استاذه دعاء، وانت لعلك توافقيني في الامر ده وكل الساده المشاهدين، زمان كنا نيجي مثلا من المدرسه، من يعني انا كنت في حاجه اسمها معهد ازهري للمدرسه عندكم يعني، او من صلاه الظهر نقعد نجتمع كلنا على الطعام في الغداء، وكان بعد المغرب ما بين المغرب والعشاء ده وقت العشاء، كلنا كده نجتمع وبعدين محدش يقرب على الطبلية ولا على السفرة أو على الطعام إلا لما يكون الكبير موجود والناس كلها تبقى موجودة فتبدأ ناكل، وكان بيبقى فيه خير، يعني احنا حاسين كنا بنحس بالخير ده قوي. للأسف الشديد دلوقتي منع هذا الخير وبسببنا احنا، يعني احنا اللي منعنا الخير ده. فتلاقي الراجل المفروض، يعني انا بطلع من شغلي الساعة 3، الساعة 4، الساعة 5، الساعة 2، قول كده انا باجي الساعة كذا، فالغدا ده هيبقى من الساعة كذا للساعة كذا، وممنوع حد ياكل، كلنا نبقى مع بعض. هو احنا ليه ممنوع لحد ياكل؟ مش عشان بمنعهم، هو عشان بس انا محتاج ان الخير يعم مرة تانية، ويرجع التآلف والمحبة تبقى ما بيننا مرة تانية، واحنا قاعدين على الطعام وكنا لما نيجي ناكل فما كناش بنسكت، فده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول كلمة، فيبدأ فيها استفادة من الطعام واستفادة كمان من الفكر والثقافة، وممكن كل واحد يقول كلمة فبنتكلم يعني حاجة تنفع الآخرين، ده يحكي قصة وده يحكي قصة وده يحكي قصة. على واحد كان بخيل قوي، هو قاعد ياكل كده فبخيل، يعني واحد يعني قاعد ياكل معايا وهو مش عاوز ياكل يعني، فمتعودين بقى كل واحد يقول كلمة، فقال له بقول لك ايه، قال له قال له انت شيخ وما شاء الله عليك، ما تحكي لنا قصة يوسف. قال له يوسف مين؟ قال له سيدنا يوسف عليه السلام. قال له تاه ولقوه. بس كده ده جاب من الاخر، اختصر الاختصار المفيد. تاه ولقوه خلاص يعني. هو التاني كان بخيل بس ده طلع اذكى منه يعني.